ثلاث سبمشنز من الجار بس اعمل سيت اب واخذ اندر هوك هاي الجهه فبعمل سكرام وبطلع بدي امسك الكتف سكر ايدي بعض بلش اعمل بول بعمل هوك على رجل القلب بعمل بالشولدر لوك ثاني واحده سيم سيم سكرام بطلع بمسك ويزر بسحب الايد ركبتي فوق راسه بعمل ارم لوك كلب كمل ارم لوك ثالث واحدة نفس الشيء بطلع بمسك ويزر بدي امسك الايد واطلع كوعي بزت رجلي من فوق سكر ايديك ببعض شورت ارم سيزر